أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون. مع اقتراب موعد الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق المتمثلة في الانتخابات البرلمانية، بدأ المرشحون في تجهيز أوراق اعتمادهم للمعركة الانتخابية واستخدام كافة الوسائل الممكنة للوصول إلى الناخبين في ظل متغيرات عدة طرأت على المشهد السياسي والساحة الانتخابية. فلم يقتصر المشهد الانتخابي لهذا العام على السياسيين فقط، بل سعى عدد كبير من نجوم الفن والرياضة لخوض الانتخابات البرلمانية على غرار نجم أفلام الحركة الأمريكية أرنولد شوارزنيجر، والذي قلد منصب حاكم ولايات كاليفورنيا في أمريكا، حيث أعلن عدد من المشاهير عدم الاكتفاء بالفن أو الرياضة كوسيلة للتعبير والاستعداد لتمثيل فئة من المواطنين في مجلس النواب المقبل. أعلن الكابتن زكريا ناصف نجم النادي الأهلي السابق خوض الانتخابات عن دائرة المعادي شخصيات رياضية أخرى قررت المنافسة على عضوية البرلمان، حيث أعلن الحكم الدولي السابق رضا البلتاجي المنافسة في دائرة حلوان، وقرر الكابتن محمد الشرقاوي بطل أفريقيا في الرماية خوض الانتخابات عن دائرة الدقي. فمن المطربين من عزم خوض الانتخابات، فأعلن الفنان مصطفى كامل خوض الانتخابات عن دائرة مصر القديمة، كما بدأ الفنان حمد الوزير الاستعداد للمنافسة على مقعد دائرة المناخ بمحافظة بورسعيد، وبدأ المخرج خالد يوسف وضع ملامح خطته الانتخابية للمنافسة في دائرة كفر الشيخ بمحافظة القليوبية. ومن الإعلاميين صرح توفيق عكاشة مالك قناة الفرعين بأنه يفكر جديا في الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة عن دائرة نبرو. ظاهرة ترشح الفنانين امتدت لتشمل الشاعر الغنائي إسلام خليل مؤلف أغاني شعبان عبد الرحيم، وأعلنت الراقصة سما المصري عن نيتها لخوض الانتخابات عن دائرة الأزبكية ليستكملوا مسيرة من سبقوهم في امتزاج الفن بالسياسة. البرلمان هروح اجيب حقوقي الست، وهكون معاكو في التلفزيون وكمان على النت. يارا عناني، كلام